أديس أبابا ينضم إلينا جعفر حسن عثمان الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير وعضو وفد التقدم. أهلا بك أستاذ جعفر. هل يمكن القول بأن البرهان اليوم من خلال تصريحاته يعني نعى بالكامل أي مبادرة للحل؟ طيب، الله، تحية لك والتحية للمشاهدين عبر قناتكم. نحن نعتقد أن لا زال الحل متاحا. لا طريق، لا حل للأزمة السودانية، لا حل لهذه الحرب اللعينة إلا عبر التفاوض، إلا عبر الحوار، إلا عبر الحوار بين السودانيين. وهذه خطوة مهمة. ما أحب أن أؤكد عليه، نحن لم نصل لاتفاق، نحن وصلنا إلى إعلام فيه قضايا. هذه القضايا طرحناها نحن في القوى المدنية التقدم على الدعم السريع، وأيضا سنطرحها على الجيش، على قائد الجيش أيضا. وذكر في خطابه هو مرحبا بأن يأتي الناس إلى بور السودان للقاء الجيش، ونحن مستعدون لذلك. وأؤكد من هذا المكان في خطابي، ذكر يمكن أن يأتوا إلى بور السودان صحيح، ويتناقشوا معنا إن كانوا يريدوا حلا. فهذا كلام نأخذه بإيجابية، وأعلن من هذا المكان استعدادنا التام متى ما حدد الزمان أن نذهب إلى بور السودان. وفقا لما ذكره السيد عبد الله حمدوك، كان قد جدد خطابه إلى السيد القائد العام قبل 3 أيام، داعيا اليه بالتسريع في عمليه تحديد المكان والزمان. ولعله اليوم ذكر في خطابه ان ياتي الناس الى بور السودان. اذا تم تحديد المكان، هذا ولكن امر هل جيد. العقدة أستاذ جعفر يعني هل هي قضية لوجستية فقط عندما يتحدث عن المكان ويحدد بور السودان من دون أن يحدد أي زمان لهذا اللقاء، ويأتي ذلك بعد أن سلسلة انتقادات يعني رفض ما توصلتم إليه مع حمدتي في أديس أبابا، رفض هذا البيان، أيضا تحدث عن أن حمدتي جبان، وتحدث عن أو شدد على تسليح المقاومة. يعني هل يعتقد بأن كل هذه العوامل يمكن أن تتبخر فقط أمام عامل تحديد المكان؟ نحن نطلب كما خاطبناه بشكل رسمي، نتوقع أن يخاطبنا بخطاب رسمي يحدد فيه المكان والزمان. لكن دائما نأخذ هذه الخطابات بشكل جدي. ده الجانب الأول فيما يخص هذه المسألة. أفتكر أنها خطوة جيدة أن يقول أن يأتي الناس إلى بور السودان. أوكي، سنذهب إلى بور السودان وسنجلس معه وسنتناقش معه حول القضايا. ليس مهم ورقة ماذا مكتوب، ما هي الورقة، لكن المهم ماذا مكتوب في هذه الورقة. المطلوب الآن وقف العدائيات فورا لأغراض إنسانية بالمقام الأول. قد توصلنا مع قائد الدعم السريع أنه موافق على وقف العدائيات دون شرط، وهذا جيد من أجل السودانيات والسودانيين. أيضا قد توصلنا معه إلى إطلاق 451 من الأسرى المدنيين عبر الصليب الأحمر، فهذه خطوة جيدة. إذا توصلنا معه إلى أنه لا يمانع في تشكيل لجان للتحقيق سواء كانت لجان دولية أو محلية، فهذه أمور جيدة. أهمها أنه وافق على وقف العدائيات دون شرط، ونتمنى أن أيضا الجيش أن يوافق على وقف العدائيات دون شرط من أجل القضايا الإنسانية. لأنه أنتم ذكرتم في تقريركم هذا أن هنالك إشكالات كبيرة تواجه بالمجاعة. ذكرتم 25 مليون متأثرين من السودانيات والسودانيين، أي أكثر من 65% من سكان السودان الآن يعانون من نقص الغذاء، وخاصة بعد إقليم الجزيرة، بعد دخول قوات الدعم السريع لإقليم الجزيرة. وهذه المسألة أيضا هنالك إشكالات كبيرة في الموسم الزراعي الشتوي، وإذا صادف أيضا فشل الموسم الزراعي الشتوي وفشل الموسم الزراعي الصيفي القادم، سندخل مباشرة في المجاعة لا محالة. هذه قضايا كبرى، وأنا أفتكر أنه نطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية في هذه القضية، لأن هذه القضية هي الكل يقول أنه يقاتل من أجل الشعب السوداني. إذا كنتم فعلا تقاتلون من أجل الشعب السوداني، فعليكما أن تنصاع إلى القضية الأساسية، قضية الشعب السوداني أن يعود إلى دياره، أن يعود إلى أماكنه. وهنالك أيضا من الأشياء التي كتبت في هذا الإعلان أنه تشكل لجنة لعودة الذين ذهبوا من منازلهم إلى منازلهم مرة أخرى. هذه أشياء جيدة. أيضا نتطلع، وأنا على يقين حينما نلتقي السيد القائد العام سيتوافق معنا في عدد كبير من القضايا، لأن هذه القضايا هي قضايا تخص السودانيات والسودانيين. هذه مهمة. أما القضية التي صراحة أريد أن أتحدث عنها بوضوح، نحن لسنا مع التحشيد الشعبي ولسنا مع تلقي السلاح.
في أيدي المواطنين. أذكر لك حقيقة بعد 2003 تم تسليح المواطنين في دارفور بذات الغرض وبذات الكلام وبذات اللغة، فأصبحت دارفور ينتشر فيها السلاح، وأصبحت استمرار الحرب الأهلية في دارفور لسنين طويلة لم تنتهي إلا بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة وقيام اتفاق طيب يعني السلام. هل فيما هذا لو أيضا التقيتم سيؤدي أستاذ جعفر، فيما لو التقيتم البرهان، هل ستطالبونه بعدم القيام بذلك؟ هل سيكون هناك بند مخصص لذلك؟ بالتأكيد سنناقشه ونقول له هذه مسألة خطيرة. ولعله هو أيضا في خطابه انتبه، قال هذا السلاح يجب أن يكون تحت القوات المسلحة، ولكنه عاد وقال أيضا نشجع الحشود ويأتي بالسلاح فليشتري، ومن يأتي به بأي جهة بأي طريقة. هذا الكلام نحن نرفضه ونقول له يا أخي يجب عليك أن يتحلى الجميع بالمسؤولية. هذا السلاح اللي هو العنف، أدوات العنف دي يجب أن تكون تحت يد الدولة، لأنه هذا سيؤدي إلى انفراط العقد إلى ما لا نهاية، وسندخل في الدوامة المستمرة. أنت عدد من المدنيين يتم منحهم سلاح من غير تدريب، من غير قدرات، من غير معرفة، من غير سيتم استخدام هذا السلاح. ولعله الآن في هذه الأيام بدأت تظهر بعض البوادر، نسمع عن قصص هنا وهناك عن استخدام هذا السلاح من بعض المدنيين ضد بعضهم البعض في بعض الأقاليم، فهذا الأمر سينفرط العقد ولن نستطيع نجمعه مرة أخرى. السودان عاش زمنا طويلا في عملية جمع السلاح من دارفور وفشلت هذه العملية، لذلك إقليم دارفور الآن يعج بالسلاح، لذلك كان طيب من الصعب فيه الاستقرار. هذه الأزمة، هذه وضحت المسألة يجب هذه أن ننظر النقطة إليها أستاذ بصورة جعفر، دعني واضحة. فقط أن أتطرق إلى نقطة أخرى فيما يتعلق بجولة أحمدتي على دول الجوار التي لم تنتهي حتى الآن. هل تعتقد بأنها لعبت إيجابا في المساهمة بطريقة ما بحل الأزمة السودانية، أم أنها عقدتها أكثر؟ لأن هناك الكثير من الانتقادات من قبل مناوئي حمدتي لهذه الدول التي استقبلته وكأنه رجل دولة أو رجل سياسي خلع بذاته العسكرية ويتصرف وكأن البعض يقول رئيس السودان. باعتقادكم يعني كيف أو بأي خانة يمكن وضع هذه الزيارات؟ الرجل ذكر في اللقاء الصحفي الذي جمعنا وإياه في التوقيع أنه ذاهب ليزور عدد من الدول في إطار دفع عملية السلام، وأنه خرج من السودان من أجل السلام. هذا ما قاله بلسانه. نحن ننتظر النتائج، إن كانت النتائج في هذا الاتجاه فنحن نرحب بها، ونحن نرحب بكل الجهود التي تدعو إلى إيقاف الحرب واستدامة السلام. أما قضية من شرعي ومن ليس شرعي، أقول لك بصراحة الجنرال برهان والجنرال حميدتي قد قاما بانقلاب على الحكومة الشرعية، حكومة ثورة ديسمبر المجيدة بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، وكل ما بعد ذلك فهو حكومة الأمر الواقع، عاشا فيها معنى لمدة عام ونصف تقريبا بحكومة الأمر الواقع، والآن للأسف الشديد وصلنا مرحلة حكومة وضع اليد، فكل قد استفرد ببعض من الأقاليم ووضع يده عليها وأصبح يتصرف فيها، وهذا أمر خطير جدا في السودان. لذلك نقول لهم من أجل هذا السودان يجب أن تقف هذه الحرب، إن كنتم فعلا تقاتلان من أجل السودانيين فعليكم أن تقف هذه الحرب اليوم قبل غدا. اللاجئين السودانيين في عدد من الدول ظروفهم صعبة جدا، نعرفهم الآن لا يستطيعوا حتى دفع حق الإقامة بالدولار في هذه الدول، ويأتي إلينا يوميا عشرات عشرات من التلفونات والاتصالات واللقاءات المباشرة يشتكون من أنهم لا يستطيعوا دفع هذه الأشياء. عليكم من أجل الأطفال، من أجل هذا النار، نعم خذوا خطوة شجاعة. هذه الخطوة الشجاعة تعني وقف إطلاق النار الفوري المبني على فكرة نقف العدائيات لكي تسير المعونات الإنسانية حتى لا ندخل في المجاعة، طب حتى لا أستاذ ندخل في جعفر، الشهادة يعني المسائل. دائما نطرح نفس السؤال وحتى الآن لا إجابة واضحة له، وهو من يملك الكلمة الفصل في الميدان عسكريا؟ من يسيطر على أكثرية الأراضي السودانية؟ أنا أقول لك بصراحة جدا، نحن نقول الفصل في هذه القضية هو إيقاف هذه الحرب. لن يستطيع أي من الطرفين أن يفصل آخر هذه التجربة السودانية. السودان منذ العام 1955 ظل في هذه الحرب، هنا وهناك، غارة هنا غارة هناك، ينتصر هذا ينهزم هذا يعود هذا يسيطر يبتعد هذا. هذه الطريقة لن تؤتي بشيء، سيظل الحرب الأهلية مستمرة، وللأسف الشديد إذا استمرت هذه الحرب فالقادم سيكون أسوأ بكثير من الوضع الذي نراه الآن. لذلك إذا وقفت هذه الحرب اليوم أفضل من تقف غدا، ولو وقفت غدا أفضل من بعد غد. لذلك هذا الخطاب نوجهه لكل الشعب السوداني، عليكم أن تتحلوا بالصبر والشجاعة، هذه الشجاعة التي تتمثل في أننا ننادي جميعا بصوت واحد يجب أن تقف هذه الحرب الآن. شكرا لك جعفر حسن عثمان الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير وعضو في التقدم، كنت معنا مباشرة من أديس أبابا، شكرا لك.